ضيفتي لليومنا خبيرة التجميل وسفيرة الجمال ليلى عبيد. كتاباتي حتى لو انوضع من صفحتين أو سطرين كانوا يشفوا غليلي، لأنه كنت حس أنه أنا عم أقدم أهداء. كيف تحافظ على كل هالإيجابية؟ بحب أنا أسمع اللحن اللي فيه وجع، اللي فيه الموسيقى اللي بتاخدك لأحساس. خاف من التقدم بالعمر كرمال الجمال وكرمال هيك هالمواضيع؟ أنا بحد ذاتي أيام بعمل شوية فوتوشوب. صح كلنا يعني لنقول صراحة